محاضرة النهاردة مهمة جدا عن فيتامين ألف. بنكمل باقي العناصر الغذائية اللي هي هتساعد على تحفيز الهرمون دوت بشكل فعال. فيتامين ايه ليه فوائد كتيره جدا جدا. لو الفيتامين دوت ناقص انتاج التستيرون عندك هيكون قليل جدا. ضمن الفوائد بتاعته برضه ان هو مضاد للاكسده. معنى ان هو مضاد للاكسده فهو مفيد جدا لزياده النشاط، مفيد جدا لحرق الدهون، مفيد جدا للجهاز المناعي، برضه مفيد جدا لعمليه النظر او عمليه الرؤيه، وغذاء جيد جدا للبشره او للشعر، ومفيد لزياده القدره الجنسيه عند الاثنين، عند الرجال وعند السيدات، وبالذات عند الرجال، ومفيد كمان لتحسين جوده الحيوانات المنويه عند الرجال. طيب هنتكلم بقى احنا محتاجين قد ايه، وهنتكلم ايه المصادر اللي هي بتاعه الفيتامين دوت، واحنا محتاجين قد ايه منها بالظبط. اول حاجه فيتامين ايه ده بيبقى منه نوعين. في النوع اللي هو بيبقى جاي من مصادر نباتيه اسمه بيتا كاروتين. كاروتين جاي من كلمه كاروت او جزر، لان هو بيبقى في المصادر النباتيه اللي هي لونها زي الجزر. يعني هتلاقيه في الجزر، في البطاطا، تلاقيه في الكنتالوب، هتلاقيه في اي حاجه نفس اللون دوت اللي هو بتاع الجزر اللي هو بيبقى برتقاني او اصفر شويه. وفي نوع تاني منه اللي هو اسمه الريتنويد. الريتنويد هو اللي بيبقى جاي من المصادر الحيوانيه. الريتنويد عموما بيبقى احسن بكتير من المصادر النباتيه. المصادر الحيوانيه بتبقى افيد بكتير جدا، والجسم بيمتصها اسرع، وبتفيد الجسم فعلا اكتر بكتير من المصادر الثانيه النباتيه. فاحتياجنا بيكون كالاتي. دوت الجدول بيبقى فيه الاحتياج اللي احنا عايزينه، سواء كان للستات او سواء كان للرجاله، بالسن، بكل حاجه احنا عايزينها. بس طبعا الجدول ده للناس اللي هم ما بيلعبوش رياضه، ده ناس عاديه. فبالنسبه للرياضيين ممكن طبعا يزودوا اكتر بكتير عن الحد الاقصى اللي هنا، ممكن يوصل ل 10000 وحده او 10000 ايو. الفيتامين اي وفيتامين الف بنقيسه بالايو، غير الحاجات التانية بنقيسها بالميلي جرام او المايكرو جرام. بالنسبه للاكل هيكون غني بفيتامين الف. بالنسبه للمصادر الحيوانيه طبعا ممكن هلاقيه بكثره في البيض، وهلاقيه في السي فود او في المأكولات البحريه، هتلاقيه في الجبنه، في الزبده، في اللبن، هتلاقيه في حاجات كتيره. بس الحاجه اللي هي زي ما بنقول اللي هي هتجيب من الاخر، او اللي هي هتدي لك اكتر قدر من الفيتامين دوت، قول هي الكبده. 100 جرام بس من الكبده بيدي لك حوالي من 3 اضعاف لحد 8 اضعاف من احتياجك اليومي. طبعا على حسب هي الكبده جايه من انهي حيوان. لو الفراخ بتبقى اقل شويه، لو كبده من اللحمه هتبقى 8 اضعاف تقريبا الاحتياج اليومي بتاع اي شخص. فلو بتاكل كبده مثلا مرتين في الاسبوع او 3 مرات في الاسبوع، وكميه 100 جرام او 200 جرام، انت كده مش محتاج اي سبلمنت لفيتامين ايه، انت كده خدت كفايتك وزياده من الفيتامين ده. المصدر الثاني اللي هو برضو غني جدا هو الكود ليفر اويل، او الزيت اللي خارج من كبد بتاع سمك الكود. ده معلقه واحده منه ممكن هتدي لك احتياجك اليومي بتاع فيتامين الف. بالنسبه للمصادر النباتيه فطبعا انا اكتر مصدر بفضله هو السويت بوتيتو او البطاطا الحلوه. 100 جرام بس من البطاطا الحلوه بيديني 100% من الاحتياج بتاع فيتامين الف. بس زي ما قلنا المصادر النباتيه مش بتبقى متاحه زي المصادر الحيوانيه من ناحيه الامتصاص للجسم. يعني الجسم بيفضل المصادر الحيوانيه اكتر من ناحيه الامتصاص او من ناحيه الاستفاده بالفيتامين ده. طبعا اتفرج على الفيديو تاني شوف ايه الفوائد بتاعت الفيتامين دوت. لو في فايده من دولت نقص عندك، ممكن يبقى عندك نقص في الفيتامين دوت، فساعتها انا شايف ان انا ملهاش لازم ان انا اخد سبلمنت الفيتامين ده، غير لو مش عارف اوفر الماكولات اللي هي موجوده دي. بس الماكولات دي انا شايف ان هي سهله جدا التوفير بتاعها، وهتديني الكميه اللازمه، فما بنصحش قوي بان انا اخد سبلمنت لفيتامين ايه. عموما لو حد عايز يتابع معانا الدايت بتاعه او التمرين بتاعه خطوه بخطوه هيلاقي رابط في الشرح. لو حد عايز برنامج في البيت فيه كل العدات والمجموعات ومش محتاج غير عشان يتنفس، هيلاقي برضه رابط في الشرح.